لكم فيديو جديد ورمضان كريم. وصفة اليوم تكون عبارة عن رز بالحليب، لكن على الطريقة الشرقية، لذيذ بزاف وسهل بزاف بزاف بزاف. اللي غتحتاجوا ليه معلقة ديال ماء زهر مخلطة مع معلقة ديال ماء ورد، يمكن لكم تستغناو على ماء الورد. هنايا كاين 6 ديال المعالق كبار ديال الرز ديال الحليب، ماشي الرز العادي. هنايا كاينين 2 معالق كبار ديال السكر، وغنحتاجو 2 معالق كبار ديال النشا او مايزينا. هنايا كاينين 4 ديال المعالق ديال الحليب المجفف نيدو او اي ماركه بغيتو. هنايا عندي المسكه الحره، هي السر ديال الطعم او المذاق ديال هذه الوصفه. بيان سور الحليب على قد ما بغيتو، و بيان سور الاطباق ديال التقديم. غادي نغليو الرز مع الماء حتى يطيب مزيان ويشرب هذاك الماء، ومن بعد فاش يشرب الماء غادي نضيفو المواد الاخرى، الحليب، النشا، الحليب المجفف الى اخره. هنا انا دقيت المسكه الحره حتى ولات بودره. كما كتشوفوا الرز بدا كيستوي اولا كيطيب. ها هو تقريبا وجد، غنخليوه يشرب الماء مزيان. ها هو كيف ما كتشوفوا شرب الماء. دابا غادي نضيف ليه الحليب. انا درت نصف لتر ديال الحليب. كيف ما كتشوفوا هي من بعد ما وجدات وعقدت، ما تخليوهاش تبرد لكم في الكاسرول، بداو ديريكت تبقاو تحطوها في الاواني ديال التقديم. انا هنا 2 مغرفات في الصحن كفات، دونك بحال هذا الشكل، وما تخليوهاش كاع تبرد، لحقاش غير تبرد غادي تجمع لكم تما. هادو هما الصحون ديالي، هما اللي فاش غادي نقدم، و كيجيو زوينين. عطاني 4 ديال الصحون كيف ما شفتو، 4 ديال الناس على حساب الحليب. كل ما زدتو الحليب والمكونات الاخرى راه كتكثر الكميه. انا هنايا ما عنديش الفستق الحلبي او البيستاش، زوقت بتمره قسمتها على 4 ولويتها وحطيتها في الوسط، والورد البلدي بطبيعه الحال. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، وكنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، وكنتمنى انكم فعلا تجربوها حيت سهله بزاف وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. خصو غير المكونات يكونوا كاملين عندكم، وهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. صحه فطوركم، والى فيديو اخر ان شاء الله. تسنوا نسيت ما قلت لكمش، ما تنسوش تضغطوا زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو، وسبسكرايب وبارطاجيو مع احبابكم. وشكرا بزاف على المتابعة. باي باي.